السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان حباباتي. انا جبت ليكم اليوم ان شاء الله الوصفه ديال الكالامار مقلي بطريقه زوينه، بواحد الخلطه اللي زوينه، وكيجي كي غتشوفوا ان شاء الله معايا كيجي فتي ورطيطب. ها انتم تشوفوا، ما كيجيش كي الكاواتشو، كيجي رطيطب وفتي، كيبقى زوين يعني رطب. وغتشوف واحد الخلطه اللي زوينه، وكيجي بها مقرمش، وكيجي بها كيبقى رطب، ما كيبقاش قاصح. يلا معايا نوريكم الطريقه. وهذا كنحتاجو الكالامار البنات. الكالامار اللي عندي هذا غليظ كبير، يعني كالامار من النوع الكبير. كون كان دابا الكالامار الصغير او شنو غيجيو لنا حلقات مدورين. بما انه كبير غادي نقطعو طريفات صغار، غنقطعو طريفات صغار مربعة او لا مستطيلات صغار ان شاء الله. هاجو معايا كيفاش غنقطعو بحال هاد الشكل على هاد الحجم، باش كيجي زويون في القلي وفي كلشي، كيجي حتى في التقديم زوين ان شاء الله. غنقطعو بالسكين على هاد الطريقة، على هاد الحجم اللي قلت لكم. وغادي ان شاء الله نوريكم الخلطه اللي غندير ليه باش غنقلي بها، باش كيبقى فتي، ما كيجيش مكنزز اللي كيجي بحال العصبه، يعني كيجي مشديد، لا كيجي بقى رطب وفتي. كنحتاجو كاس كبير ديال الدقيق، كنحتاجو جوج معالق ديال النشا او المايزينا كي كنقول لها، شويه تاع البزار على حسب الذوق، 8 غرام ديال الخميره الحلويات او بيكين باودر، الملح على حسب الذوق، وقطرات من صوص السمك، صوص ديال الحوت البنات اختياري، الا بغيتو غتعملوه، الا ما بغيتوش اللي ما عندوش بلاش ماشي مشكل، غير كيزيد شويه تاع اللذه. هنا نشرعوا في العمل اخواتي، غادي نزيدوا المايزين على الدقيق ونحركوا شويه، غنزيدو عليه بيكين باودر او الخميرة الحلوية ديك باكية اللي فيها 8 غرام، وغناخدو شوية البزار غير شوية يعني على حسب الذوق، اللي كيبغي البزار بزاف يزيد ماشي مشكل، انا ما كنبغيش بزاف لان ماشي صحي، غير شوية النكهة ديال البزار، والملح على حسب الذوق، لان ناخدو بالاعتبار لان الصوص ديال السمك كتكون مالحة، ديروها قطرات ما نكثروش منها شويه. من طبيعه الحال كاس تاع الماء بارد، يكون الماء بارد عادي يعني من الصنبور، ماء الصنبور او كي كنقولوا الروبيني. ايوا نحركوا بشويه بشويه البنات. كناخذوا الخلطه ديالنا غتكون ان شاء الله سميكه، ما غتكونش جاريه ولا شنو، بحال القوام ديال الكيك، بحال القوام ديال الكيك ان شاء الله. غادي نخلوها زعما سميكه، ما نديروش بزاف باش تبقى شاده لينا في الكالامار ديالنا، ما تجيش سائله بزاف، ما غاديش تشد لينا في الكالامار. هذه هي الخلطه اللي غنديروا ان شاء الله، اللي كنقلو بها الكالامار ديالنا، كيبقى فتي وكيبقى زويون احسن من الخلطه ديالك. كندير ليه قبل البيض، البيض كيخليه مقرمش، ولكن كيشرب ليا الزيت بالزيت. هذه الخلطه هذه كتجي زوينه وكتجي كيجي فتي، جربوها البنات وما تندموش، وزيله غنجي. كنشدو الكالامار ديالنا ان شاء الله، وغادي نديرو فهاد الخلطه، كنخلطوه مزيان باش ما يبقاوش لا كويرات لا والو البنات، يبقى القوام زعما متماسك وخالي من الكويرات او الدقيق اللي كيبقى ما محلولش فيه. ناخذ الكالامار ديالنا نحطوه وسط هاد الخلطه، نحركوه مزيان باش تلبس كل القطعات، تلبس بهاد الخلطه، بهاد الدقيق، هاد الخليط اللي درنا، وياخذ حتى حقه من الابزار ومن العطريه اللي درنا فيه المنسمات. البنات كاين اللي كيبغي يزيد كاع شي منسم اخر، كي ممكن ديري شويه حكه ديال رشه ديال الزعتر، يعني ما حبيت نخلي طعم ديال الكالامار يبقى عادي، ما اللي بغى يدير شويه زعتر يدير شويه زعتر، او لا حتى الثوم يعني المدقوق او الثوم بودرة يعملها، انا خليته عادي بلا ثوم بلا والو.
هنا البنات غادي نكون ردينا الزيت ديالنا يسخن شويه، ما نخليوش يسخن بزاف. الزيت يلا كيبدا يسخن كنبدا نحطوا فيه ان شاء الله القطع ديال الكلامه. قبل ما نقول لكم البنات كاين لا شابلور، نسيتها لا شابلور كندوزوه منها. اللي ما عندوش لا شابلور يدير السميده، السميد الناعم او السميده هكا. هذه لا شابلور صوبتها في الدار غير بالكومير اللي كنقولوا حنا باريزيان، يعني الابيض، الخبز الابيض. الا بقى عندك تعمليه في الفران تيتحمص وكطحنيه وتغربليه وتخبيه للحاجه في يعني قنينات ديال الزاج محكمه الاغلاق وتحتفظي به، كيبقى محتفظ لك الحاجه. يعني لا شابلور تصاوبيها في دارك. ولا ما عندكش كديري السميد اولا، غادي تشوفوا معايا ان شاء الله من نقلي هذا غنوريكم واحد شويه غيبقى غنديرو بلا لا شابلور باش تشوفوا كيفاش كيجي. حتى الا ما عندكمش لا شابلور بيتقليو غير بالخلطه ديريكت نقلوه بها ان شاء الله البنات. لكن انا كنفضل لا شابلور كيجي مقرمش وكيجي منظر زوين. هانتوما البنات تبعوا معنا تشوفوا الفلقلي. في القلي ما غنكونش النار ما غاديش نديرها مجهده البنات، النار تكون متوسطه الى ضعيفه شويه، ما تجهدوش النار باش الزيت ما تسخنش معانا وما يتحرقش لينا الكلامه او لي ما ياخذ واحد اللون اللي هو غامق بزاف. حنا بينا لون ذهبي وفي نفس الوقت يكون مقرمش. البنات الزيت كتسخن شويه، غير شويه نحسوا بها بدات تسخن شويه غنديروا ان شاء الله القطع ديالنا. هانتوما غنحطوها ان شاء الله في الزيت. دابا الزيت ما كتكونش سخونه ما كيطلعش فيها الدخان او لا تحرق ولا حاميه بزاف، لا الزيت تكون متوسطه في 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 الحراره ديالها ويكون النار عليها متوسطه، لان يعني جهدنا عليه النار وغيتحمر، يعني يتحمر لنا بسرعه ما ياخذش حقه في الطياب في القرمشه، لهذا كنخليو النار متوسطه اقل من متوسطه كاع شويه. احنا البنات كنقليو وان شاء الله هاد الكالامار هذا غنديرو مصحوب لي بات او اللي كنقولوا المقارونيه بالاشكال ديالها، كل واحد اش كي اللي كيتعجبو كنسلقوها. فحاليا كتسلق المقارونيه ما صورتهاش، ولكن راه كلشي كيعرف يسلق المقارونيه. وكنعملوا لها صوص طوماط ديالها اللي هي واحد البصيله صغيره محكوكه ودريس تاع الثومه وورق سيدنا موسى، وكنديروا مطيشه نحكوها كذلك وكنطيبوها شويه تاع قزبر ومعدنوس والعطريه اللي حبيتي اللي كيبغي القزبره بزار بزار شويه ديال ثومه بودره كذلك اولا الضويمه ديال الثوم اللي كندير انا كطلق ليا البنه زوينه في لاصوص وشويه زعتره. ملي كطيب كتسلق المقرونه كنديروا لها لاصوص ديالها وكنحطوا على جنب، انا يعني غنرافقوها بهذا الطبق ديال الكالامار ان شاء الله. بتخلي باش تشوفوا كيفاش اللون كيفاش كيكون في المقله، يعني كيفاش كنقليوه غير برفق كنقلبوه شويه عاد كيتذهب دغيا كيتذهب. قلت لكم البنات الرائحه كتطلع معتبره في هاد القليه اللي كتقليه كتشمي ريحته غزاله احسن من البيض. البيض الا دابا كنت كنقلبي كتطلع كلها رغوه على الزيت. انا جربت الكالامار مقلي بخلطه ديال الطحين والبيض كيبقى الكشكوشه طالعه يعني رغوه طالعه في الزيت. هذا ما كتخليش لا رغوه في الزيت لا والو، كتقليه وكيجي مقرمش ويجي لون ذهبي رائع. هانتوما البنات ما بغيتش نقطع حتى شي لقطه عليكم من هذا القلي، لان هو الاهم كيفاش كيكون اللون كيفاش كنخليو المقله يعني غامره بالزيت. ما كنبيش نعمر المقله بالقطع بزاف باش كل واحد الجانب ديالك يكون واخد من التحميره تاع الزيت باش يجي محمر كامل الحواشي وكلشي من الجناب ومن الوسط. وكما قلت لكم البنات النار ما كتكونش مجهده. هنا البنات غنجرب معكم واحد شويه يعني بلا لا شابلور من الخلطه للزيت
من الخلطه للزيت البنات وشوفوا كيفاش اللي ما كيحبش الشالب لا شابور او لا ما بغاش يدير لا شابلور يعني الخبز المحمص المطحون يعمل عادي يعني من الخلطه ديال الدقيق والمايزينا النشا على الزيت مباشره. هنا البنات هانتوما غتشوفوا كيفاش كيجي، انا كنفضل مع بلا شابلوغ يكون احسن، وكل الذوق ديالو البنات كل على حسب الذوق ديالو كل شنو كيحب. هنا البنات هانتوما مع دايرين لي داك بيكان باودر او الخميره الحلويات كيبان لك الطحين شويه كيتخرج شويه يعني طالعه فيه الخميره كينتفخ شويه، وطبيعه الحال النار ديما كتكون هادئه شويه متوسطه او لا اقل من متوسطه باش ما يتحرقش لينا، لان الدقيق مع الزيت غير كيتحمر وما غياخدش الكالامار لان قطع شويه غليظه ما غياخدش حقه في الطياب. نفس الخلطه ونفس الطريقه كنعملوها الكالامار الصغير اللي كنقطعوه حلقات يعني كيجي حلقات دائريه. دابا انا خديت هذا الكالامار الكبير يعني ما لقيتش لي الا قطع وتا هما كذلك كيجيو زوينين. المهم هو المذاق والطعم ديال الكالامار الذوقي، ماشي هام الشكل يكون مدور او يكون هكا قطع صغيره. انت شوف اللون ديالو اللي كيتخاد دابا بلا لا شابلوغ يعني من الخلطه للزيت، الزيت حاميه. هنا البنات هانتوما شوفوا معنا كيفاش طلع اللون ديال هاد الكالامار ما شاء الله طلع غزال. غير هو الخلطه ديال ديريكت كتقشر شي شويه، لا شابلوغ كيخليه ثابت. هنا الاخوات المقارون اللي قلت لكم يعني غنحطها دابا نحطها في صحن ديال التقديم، مقارونيه فيها الصلصه ديالها اللي قلت لكم طماطم. هنا غنقدموها وغنرافقوها بقطع ديال الكالامار، وجبه متكامله. البنات هنا غنوريكم القطع اللي ها هما اللي قلينا بلا لا شابلوغ يعني بالخلطه ديال الدقيق، وهنا القطع اللي قلينا اللي قليناها بلا شابلوغ. شوف المنظر كيفاش كيجي، انا كيعجبني هذه وكل الذوق ديالها كل اشنو كيعجبها. انا بجوج غادي نقدمهم ان شاء الله بالصحه والراحه، مشاهدكم فيها البنات غزال، غير جربوه ما تندموش عليه هيعجبكم بزاف البنات البنات وحتى الشباب كل فئات كلكم جربوا هذه الوصفه ان شاء الله غتعجبكم. اللي بيترافقوا بالمكرونيه المعكرونه او اشكالها كامله او بالروز ممكن ترافقوها بالروز. نعملوا شويه لاصوص فوق منها، الصوص اللي خلطناه مع المكرونه غنديروه فوق شويه من هذا من الكالامار المقلي، حطوا فوق منه الصوص ديالنا. واللي بغى الحار ممكن يحط الفلفل الهريسة اللي كيعجبو الحار مع الصلصة. نزيد القطع ديالنا هنايا وبالصحة والراحة البنات واللي كتوحم تسمح لينا. هنا البنات الطبق ديالنا قديناه وبالصحة والراحة وكيجي غزال، غير جربوه البنات الكالامار بهذه الطريقه غيبقى الفتي وزوين وطري كيبقى في الطروه ديالو في المذاق ديالو الرائع. وما تنساوش البنات تشجعونا باللايك وبالاشتراك، اللي ما مشتركش معنا يشترك معنا باش تشجعونا ان شاء الله نقدموا الاطباق السهله واللي يقدر اي واحد يطيبها يعني الستات الشاطرات في الطبخ او لا حتى الشباب. القطع ديالنا هي محطوطه غنرافقوها.